قلب شو. بدي ماما. تعال هون. بدي روح. ليك صح بلاستيك بس بتجرح. اصلا اذا جرحتيني بالسكينة بياخدوكي على الحبس. جرحتني تكرية ويف شعر مدني على هالكلمة، ولما بتعرف انه انا اطلع عندي عرومية مثل النزلة على مدينة الملاهي. خلينا بموضوعنا هلا. شو؟ بتبدل بسكليتك على سيارة؟ جد؟ وإن شاء الله موت إذا كنت عم كذب. ها؟ ما متت؟ يعني أنا مش عم كذب؟ إيه والله بسكليتي على سيارة؟ هاي زكريا شو بك؟ وين سرحت؟ شو قلت؟ أنا قبلان. بس انتبه بسكليتك قلبة، إن شاء الله ما بيكون بده هلأ غيار سقف. لا ما بده. طيب قديش ماشية؟ هي لك شو موديلها؟ أي موديل؟ ما بعرف. ولك هلأ عم نمزح معك. لك يا زلمة شو بك خدتها جدية؟ أي ما بعرف وكذا. الله حلل البيع والشراء. يلا مشي معي. لوين؟ عند كاتب العدل. مين كاتب عدل؟ أنا بعمل لك تنازل عن السيارة وانت بتعمل لي وكالة بالبسكليت. يلا مشي. يلا زكريا مساك هيدا التنازل وهيدول الوكالات. ألف ألف مبروك. شو هالبسكليت؟ إن شاء الله بتهنى يا رب. هلا بعمل لها نفضة وإن شاء الله بعمل فيها شي قرشان نضاف. يلا بس إن شاء الله ما يكون الشاسي مضروب. يا رب. وين مفتاح السيارة؟ هي مفتاح، ما هيدي كشف، ما إلها مفتاح. بس السيارة مش كشف. ولك مش هاي السيارة، هاي السيارة. السيارة؟ ايه صغير كتير. بس هي بتكبر. شو ها؟ شكله فيها ضربة شاسيه. طب ليه انت هيك مع العالم؟ لأنه كل العالم ملايك. دير سلمي شو.